طبعا معانا عربية شيفروليه لانوس، السربنتينا كان فيها مشكلة، فطبعا احنا حلينا السربنتينا ولحمناها، وطبعا بنيجي نركب. اول حاجة بنحل الشدادات بتاعت الرداتير من هنا عشان نوسع نفسنا، وبنحل الخرطوم ده بالشكل ده، وطبعا قبلها بنكون حالين مروحة الرداتير، مروحة السربنتينا، ولازم العربية تكون باردة. وطبعا بيكون هنا في ماسوره بيكون فيها اولسيل او اورينج زي ما انتم شايفين، ده لازم يتغير، وانت بتغير تحط زيت. وفي ماسوره تحت برضو لازم تحط زيت وتغير الاورنجات للامان. وهنشوف دلوقتي طريقه التركيب. النازله سهله جدا زي ما انت كده، بتروح جاي نازل بالشكل ده. تيجي بتروح نازل بالشكل ده كده، وانت نازل بتروح معدي من تحت الماسوره بتاعه الفلتر بتاع الفريو بالشكل ده. تروح نازل بالسرعه، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها الوقت الجاي في القناة. وفي القناة عندي هتلاقي فيديوهات كتير قوي بتهتم بصيانة السيارات واصلاحها، ويشرفني اشتراكك بالقناة. طبعا ده شكل الفلتر بعد ما قفلنا الاورنج بتاعه والمسمار، والماسورة هي تحت. تمام، هنيجي نبيت بس بالايد. طبعا بتبقى مصورة في مسمار، نجيبها يمين وشمال وتبيت مظبوط. بالشكل ده، والصامولة بتاعتها تطلع لك من الجنب التاني، تربط وتحرك. ده الشكل النهائي بعد ما قفلنا السربنتينا واليواكير وكل حاجة، فلتر، وقفلنا الكفرات بتاعت الرتير، نروح مركبين بس الخرطوم بالشكل ده، ونركب الإفزان، وهنسقط كمان المروحة، ونركب فيشتها أهم حاجة، مروحة السربنتين. طبعا دلوقتي احنا ضاغطين الدايرة تقريبا على 175-180، طبعا كاتبين هنا هو مية بصابون على الاورنجات والمواسير تحت هنا برضو. الدنيا تمام، مفيش حاجة مسربة، والضغط ثابت. نبدأ بقى ايه، نسيبها مثلا ساعتين زمن ولا حاجة، وطريقة الشحن زي ما هي ايه، ظاهرة فوق قدامكم.